اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. خير يا دكتور؟ قلقتنا. خير ان شاء الله. انا بس عايز اصارحكم بالحقيقه. تصارحنا بايه يا دكتور؟ للاسف كل محاولاتنا الدوائيه مع قلب عمر فشلت، والتضخم بيزيد يا جماعه ولازم نلحقه. والحل؟ الحل انا قلته لكم قبل كده، لازم يتزرع له قلب جديد. ايه؟ وباسرع وقت قبل ما المشكله تزيد وتخرج عن السيطره. وده هنلاقيه فين؟ في الحقيقه لازم حد يتبرع. في حد بيتبرع بقلبه يا دكتور؟ لا طبعا ما حدش بيتبرع بقلبه، بس بيبقى في ناس ضحايا حوادث بيكتبوا في وصيتهم ان بعد موتهم هم متبرعين باعضاء. وده ممكن جوه مصر؟ هو ممكن، بس اصل الموضوع في مصر هنا جديد ولسه الناس ما تقبلتهوش يعني. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ انا رايي يا جماعه انكم تاخدوه بره، بس الموضوع ده هيكلف كتير قوي. كام يعني؟ يعني حوالي 200,000 دولار، يعني مليون وشويه مصري. مليون؟ انا عارف انه كتير، بس احنا كل ما بنتاخر الحاله بتسوء والمصاريف بتزيد اكتر. نص مليون جنيه حته واحده؟ ده في خلال يومين بالكتير، لازم اتحرك بسرعه. انت عايز المبلغ ده كله ليه يا اشرف؟ عمر يا سعد محتاج نقل قلب جديد. ولا قوه الا بالله. قلب جديد؟ حبيبي عمر، والقلب الجديد ده هيتكلف المبلغ ده كله؟ ده نص المبلغ بس، في 600 تانيين ادفعهم على دفعات. لا اله الا الله. ارجوك يا مختار اسحب لي المبلغ بسرعه وبعد كده ابقى اقسمه من الميراث. ما هو اصل اصل ايه؟ هي فيها اصل؟ دي حاله حرجه، وبعدين انت الوحيد اللي معاك توكيل من بابا الله يرحمه. بس التوكيل يعتبر لاغي بسبب الوفاه، يعني لازم نستنى اعلام الوراثه. ايوه بس انت ليك حق التوقيع والصرف من حساب بابا، يعني ممكن بكره الصبح تروح البنك وتسحبهم لي. ما هو اصل اصل ايه؟ ما تتكلم. انا ما كنتش عايز اتكلم، بس انتوا كده هتضطروني اني اقول لكم. تقول يا مختار؟ انا مش فاهم حاجه. حسابات البنوك كلها فاضيه، والفيلا والمحل والمدبغه وحتى شهاده اسكندريه مرهونين للبنك. انا اصلي كنت بعدي قريب من هنا وقلت اطمن عليكي. ايه؟ مش هتدخليني دلوقتي؟ انت عارف الساعه كام؟ اتفضل. مالك شكلك كده زي ما تكوني مش مرحبه بوجودي؟ لا 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 ابدا، بس اصلا مش متعوده ان حد يزورني في وقت زي ده. لا انا النهارده بقى اتعودي، لاني حزورك دايما وطول الوقت. اشمعنى؟ عشان وحدانيه، محتاجه راجل يقف جنبك. بس كده؟ لا، وكمان عشان خاطر جوزك الله يرحمه اللي كلت معاه عيش وملح. انت عايز تقنعني انك جايلي النهارده في سبيل الله؟ وليه لا؟ مش الناس لبعضيها برضو؟ لبعضيهم اه، بس مش في نصاص الليل. ده اهم وقت، هي المصايب بتحصل غير في نصاص الليالي. انت شارب؟ اه كاسين كده لزوم الفرفشه. انا معايا الازازه في العربيه، انزل اجيبها. انت تنزل دلوقتي حالا لان مراتك مستنياك في البيت. طيب عموما انا عملت اللي عليا وسالت عليكي وهسال عليكي تاني، بس يا ريت ما تجيبي سيره الحنان ان انا جيت. ليه؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ لا غلط، فين الغلط؟ بس اصل هي غياره شويه، عارفه لو ما لقيتش واحده بتغير منها بتغير من نفسها. ما تخافش مش هقول لها، بس علشان ما اعملش مشاكل بينكم. والله عقله، وعلى فكره دي اضافه جديده للحاجات اللي عجباني فيكي. تصبح على خير. طيب وانتي من اهله. طلعت مصيبة. معقولة الكلام ده؟ مش قادر أصدق.
انا حاسس ان انا في كابوس ومش عارف اصحى منه. هديكوا شفتوا بعينيكوا كل المستندات اللي بتاكد ان بابا بنفسه هو اللي سحب كل الفلوس وراهن كل الاصول البنك. وبابا يعمل كده ليه بقى؟ ما هو كمان مش معقوله بابا يقعد يتباهى طول عمره ازاي قدر يعمل ثروته دي ويجي يضيعها قبل ما يموت. انا قلت انه ضيعها؟ امال كلامك ده معناه ايه؟ بابا الله يرحمه قبل ما يموت جمع كل ثروته علشان يدخل في صفقه. صفقه ايه بقى ان شاء الله؟ خبطه العمر. مكسبها بقى من 6 مليون كحكانين، لا بحر من ملايين. ايوه يعني مكسبها تاني يعني 100 مليون جنيه. 100 مليون؟ لا ما ترمشنيش معاك، انا مش وقت تهريج يا مختار. والله ما بهرج. 100 مليون جنيه بالتمام والكمال. معقوله؟ اه عشان تعرفوا بقى ابونا كان بيحبنا قد ايه. ها رفض يسيبنا شحاتين وجمع تحويشه عمره ورهن حاله ومحتاله علشان يهدينا بثروه العمر بالصفقه. صفقه ايه دي؟ صفقه ادويه. ادويه؟ اه. طب وهو بابا ماله ومال الادويه؟ الله يرحمه يعني كان بيشتغل في الجلود. سبحان الله، ابوكوا تاجر شاطر، والتاجر الشاطر يشتغل في اي حاجه تجيب فلوس. مختار الادويه دي هتيجي امتى؟ المفروض توصل اخر الشهر، واول ما نستلمها ونسلمها ناخد فلوسنا. لسه اخر الشهر؟ هنسلمها لمين؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش كنت شغال مع بابا الله يرحمه وكنت دراعه اليمين كمان؟ مظبوط، انما الصفقه دي بالذات يا اخي من الصفقات القليله اللي معرفش عنها حاجه. هو من حظنا المهب؟ واحنا بقى لسه هنستنى لما الادويه تيجي من بره ونقعد نوزعها على الجزخانات؟ لا، في واحد اسمه الاستاذ نديم هو اللي معاه سكه التوزيع ومعاه تفاصيل العمليه وانا بتابع معاه اول باول. مين نديم ده يا مختار؟ ده واحد صديق بابا، انما كان بيثق فيه جدا. يعني كان بيثق فيه اكتر منك؟ الصفقه دي حصل. ده ايه الحظ المنيل ده؟ منيل ليه اللي هينيله؟ انا قعدت معاه واتصاحبنا على الاخر. انت قعدت معاه لوحدك ليه يا مختار؟ مش كنت تقعدنا معاه؟ ما كنتش عايز ادوشكم، انا كانت نيتي ان اخلص الصفقه لوحدي واجيب لكل واحد فيكم نصيبه وهو جوه بيته معزز مكرم. انما طالما عرفتوا بقى يبقى من حقكم تتعرفوا عليه. اه ده مالكم انتوا كمان مش مال انا لوحدي. يعني نديم ده لو قعدتنا معاه ممكن يتصرف لنا في حربون نمشي بيه حالنا؟ والله لا، نساله. طب احنا ممكن نقعد معاه امتى؟ احدد معاه ميعاد وابلغكم. ارجوك يا مختار في اسرع وقت. الف حمد على سلامتك يا ام. اسلمك يا حبيبتي. كده احسن يا بنتي. ادفع فيها 55. 55 ايه بس؟ ما تقول كلمة حلوة. امال ده انا جايبها ب 90 يا باشا. ما انت عارف بتوبها دلوقتي. بص مش الظروف كده. امال نقول كلمه حلوه. انا اول يد والعربيه الجديده عامله 8000 يا باشا. حضرتك عارف العربيه الجديده اول ما بيتعلق لها نمر بتنزل 10000 جنيه، تمشي بيها 10 15000، تنزل 10 تانيين حكه كده بقى خبطه كده تنزل 10000 30. ايه يا عم كده عايز تفلك عشان تشتريها؟ طب اقول لك على حاجه، ايه رايك تعتبر ثمن العربيه مقدم العربيه الجديده؟ جديده ايه بس؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص انا هاخد 65. امر لله، بس ده عشانك انت بس. ربنا يبارك لك فيها. فلوسك حاضره؟ على ما تشرب القهوه تكون حاضره.